السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة تانية. إحنا لازلنا في موضوع أو بنستكمل موضوع Translation versus Remeasurement of Foreign Financial Statements، يعني إيش هو الأوجه الاختلاف ما بين الترجمة وإعادة القياس للقوائم المالية. زي ما حكينا سابقا اللوكال كرنسي، طبعا هو بيحكي الآن على كيس 1، واللوكال كرنسي في عندي فانكشنال كرنسي، في عندي ريبورتنج كرنسي، نتفق عليهم. اللوكال كرنسي هذه العملة اللي أنا بسجل فيها في السجلات، والفانكشنال كرنسي هذه عملة البيئة أو البيئة الاقتصادية اللي بشتغل فيها، يعني عملة الاقتصاد، تمام. والريبورتنج كرنسي هذه عملة البيرنت اللي أنا بدي أعمل كونسوليديشن معها. فكمان مرة بقول اللوكال كرنسي هذه عملة السجلات اللي أنا بسجل فيها، الفانكشنال كرنسي هذه عملة البيئة الاقتصادية اللي أنا بشتغل فيها، والريبورتنج كرنسي هذه عملة البيرنت اللي أنا المفروض بعد قوائم مالية عشان أعمل كونسوليديشن معها. تعال نشوف المثال تبعنا إيش بيحكي. كيس 1 بيقول the local currency is the functional currency. يبقى العملة، تخيلوا معايا عملة السجلات شيكل، وخذوا بالكم عملة البيئة الاقتصادية اللي بشتغل فيها هي شيكل. إيش المطلوب منا نعمل؟ قال simply translate the financial statements، بنترجم القوائم المالية، تمام، اللي هي معدة بالشيكل، وقلنا الشيكل هي عملة السجلات، والفانكشنال كرنسي اللي هي عملة البيئة برضه شيكل. فيش اختلاف بين اللوكال كرنسي والفانكشنال كرنسي، بس خدوا بالكم الريبورتنج كرنسي دولار. عشان كده مطلوب منا سيمبلي، بقول بمنتهى البساطة، ترجم الفاينانشال ستيتمنتس فروم ذا فانكشنال كرنسي اللي هو الشيكل تو ذا ريبورتنج كرنسي اللي هي وحدة اللي هي العملة اللي خاصة بالبيرنت اللي هي الدولار في المثال تبعنا. بقول no function no further work is necessary، مش مطلوب نعمل حاجة تانية، because the consolidation and financial reports can be prepared in reporting currency، لأنه صارت الآن ما زال ترجمنا الفانكشنال كرنسي إلى reporting currency، يبقى إحنا كده صرنا نفس العملة، يعني ترجمنا من شيكل، ما إحنا اتفقنا الفانكشنال عملة البيئة، ترجمنا من الشيكل للدولار، والدولار هي عملة الـ يعني يو اس بيست كومباني اللي هم اليو اس دولار، عشان كده بس بنعمل قوائم موحدة. شوف الخلاصة بتاعتنا، لوكال كرنسي شيكل اللي هو يعني عملة السجلات، وفانكشنال كرنسي عملة البيئة برضه شيكل، بس مطلوب منك تترجم اللي هي القوائم المالية اللي هي بتكون بالشيكل، ترجمها للريبورتنج كرنسي اللي هي اليو اس دولار، عملة البيرنت كومباني، تمام. يبقى انا سجلاتي شيكل، خدوا بالكم البيئة الاقتصادية اللي بشتغل فيها شيكل، يبقى مطلوب مني اترجم القوائم المالية اللي معدة بالشيكل لا يو اس دولار. حلو جدا. طب تعال نشوف الكيس 2. كيس 2 ايش بيقول؟ The local currency is not the functional currency. حلو جدا. يعني اللوكال كرنسي عملة سجلاتي انا فرضا شيكل، بس الفانكشنال مش شيكل، لان مش شيكل قدامي خيارين، انه المش شيكل ممكن يكون دولار، يعني احنا صحيح سجلاتنا بالشيكل، خدوا بالكم، لكن البيئة الاقتصادية تاعتنا بتشتغل بالدولار. بقول سجلاتنا شيكل لكن البيئة الاقتصادية، لأن اللوكال كرنسي قلنا ايش؟ سجلات، لكن البيئة الاقتصادية دولار. ففي الحالة اللي زي هذه خدوا بالكم، إذا هذه شيكل وهذه دولار، كل المطلوب منا أعمل ريميجرمنت للشيكل باليو اس دولار، تمام؟ عشان كده بقول simply remeasure financial statements from local currency to functional. تنسوش functional هي عملة التداول في البيئة الاقتصادية، في البيئة الاقتصادية بتعمل فيها الشركة. طيب الآن حولنا من شيكل، خدوا بالكم، لدولار، بس احنا هنا افترضنا انه دولار، لانه ممكن يكون حاجة ثانية في الكيس 3 عندنا هنشوفها. يبقى حولنا من شيكل لدولار، فكأنه احنا سجلاتنا شيكل لكن البيئة دولار، فكل المطلوب بنا احول سجل القوائم المالية من شيكل الى دولار. طبعا اذا صار دولار خلاص ما هي بيساوي الريبورتينج. عشان كده ايش بقول هنا؟ will simply remeasure financial statements from local currency اللي هي سجلات to functional اللي هي عملة البيئة الاقتصادية. ساعتها اذا كان هذه دولار الفانكشنال كرنسي يبقى مش مطلوب مني، لانه هذه دولار والريبورتينج كرنسي دولار، خلصنا. فبقول no further work is necessary because the consolidation of financial reports can now be prepared in the functional currency because it is the reporting. لأنه صارت الفانكشنال كرنسي تبعت السبسيدري تساوي الريبورتنج كرنسي، هذه دولار وهذه دولار. حلو جدا. تعال نشوف الكيس 3.
كيس 3 ايش بتختلف عن اللي قبلها؟ انه اللي قبلها كنا افترضنا انه عملتنا شيكل والبيئه الاقتصاديه بتشتغل دولار، بس في كيس 3 عملتنا السجلات بتاعتنا شيكل بس البيئه الاقتصاديه مش دولار. تخيلوا معايا دينار مثلا. تعال نشوف ايش بيقول هو. The local currency is not the functional currency. حلو جدا، يعني هذه ما بتسويش هذه زي الحاله الاولى. And the functional currency is different from the reporting. وهذه مش زي اللي فاتت، زي هذه دولار، عشان كده في اللي فاتت كانت بتسويها تماما، لانه احنا هنا السوق عندي بيشتغل بالدولار، واصلا الريبورتنج كرنسي هي دولار. لا، هنا الحاله تاعتنا انه لاحظوا ايش بقول، بقول هنا and the functional currency هذه is not is different from the reporting. ايش يعني is different؟ يعني مختلفه عن الدولار. يعني تخيلوا معايا احنا بنسجل شيكل، خدوا بالك، والبيئه بتشتغل بالدينار، خلينا نقول زي الضفه الغربيه، تمام، وعمله البيرنت دولار. يبقى مطلوب مني طالما احول الشيكل الى مين؟ الى عمله البيئه دينار، وبعدين اترجم من دينار لدولار. نقولها تاني، يبقى first measure financial statements from local currency، بدنا نحول الشيكل from local currency to the functional currency. functional currency هي قلنا ايش؟ عمله البيئه الاقتصاديه اللي انا بشتغل فيها. حلو جدا. سكند، الخطوة الثانية، الآن حولنا من شيكل لدينار، خذوا بالك لأنه البيئة الاقتصادية دينار، حولت إحنا سجلاتنا شيكل بنحولها لعملة البيئة، بعدين نترجم القوائم المقومة بعملة البيئة إلى مين؟ إلى عملة البيرنت. سكند، ترانسليت فاينانشال ستيتمنتس فروم ذا فانكشنال كرنسي، من عملة من عملة البيئة لمين؟ لعملة الإفصاح أو عملة الشركة الأم. From the functional currency to the reporting currency so that the consolidation، طبعا ساعتها بنقدر نعمل ال consolidation. تعال نشوف ايه يعني، بدي اعطي مثال اكثر عشان نفهم الكلام هذا، لان هذا كانت الاساسيات. Example بيقول a US company owns قديش 100% of the stock of an Argentina company. هي شركة بتملك بالكامل اسهم في شركة أرجنتينية. The local currency in Argentina، لاحظوا اللوكال يعني عملة سجلاتها، is the peso اللي هي العملة الأرجنتينية. The subsidiary records and reports its financial statements in the peso. ما احنا اتفقنا ما زال هي local currency يعني بتستخدم في سجلاتها البيسو. أنا مش ضروري أكد هل قلت عليها، بس هو بدي أكد عليها في المثال هذا. سيناريو واحد، إيش هي الحالات اللي موجودة عندنا؟ إنه the company pays employees، بتدفع الرواتب للموظفين وبتشتري انفنتوري وكوندكت موست اوف اتس اوبريشن ان بيسوس، يعني بالبيسو الارجنتيني. عشان كده بتكون اللوكال كرنسي هي البيسو والفانكشنال كرنسي بيسو. ليش؟ احنا بنسجل بالبيسو والبيئه اللي بنشتغل فيها برضه بيسو. لاحظوا بقول انه اغلب بتدفع للموظفين وبتشتري مخزون، واغلب الانشطه بتاعتها والعمليات بتكون بالبيسو، فساعتها بتكون اللوكال كرنسي والفانكشنال كرنسي حاجة واحدة، هي بتكون thus its functional currency is peso. طيب عشان أترجمها للمين؟ للريبورتنج كرنسي، كل المطلوب مني أعمل translate the functional statement to US dollar. تمام؟ بس خدوا بالكم اللوكال والفانكشنال حاجة واحدة هنا، التنتين بيسو. طيب تعالوا نشوف السيناريو اثنين. The company pays, buys, sells most of its inventories in southern Brazil. بتبيعها في جنوب البرازيل. It also pays many of its employees in the Brazilian reais أو ريال يعني. Thus its function. لاحظوا عاد هنا. إحنا إيش سجلاتنا؟ بيسو. حكينا هنا. قالنا هنا subsidiary records and reports its financial statements in peso. حلو. بس خدوا بالكم هنا المرة هذه إنه البيئة اللي بتشتغل فيها بتستخدم إيش؟ بتستخدم البرازيليان رياس. خذوا بالكم، ما هي اللوكال كرنسي؟ البيسو. ما هي الفانكشنال كرنسي؟ هي البرازيليان رياس أو رياس. تمام؟ thus its functional currency is لأنه قلنا الفانكشنال يعني البيئة اللي بتشتغل فيها، إيش هي العملة اللي بتستخدمها في أنشطتها. حلو جدا. عشان كده إيش مطلوب منا هنا؟ نعمل ريميجرمنت أوف فاينانشال ستيتمنتس تو رياس. مطلوب بنا نحول من البيسو لرياس. ايش هي الريسو اللي هي عملة السجلات؟ نحولها لفانكشنال. الفانكشنال اللي هي عملة البيئة، اللي هي البيئة اللي بتشتغل فيها، اللي هي في المثال تبعنا عبارة عن برازيليان رياس.
حلو جدا. طب بس هيك؟ قال لا. وبعدين نترجم القوائم الماليه من الرياس then back to US دولار، نحولهم من الرياس ل US دولار. اليو اس دولار تنسوش هذه الريبورتنج كرنسي، هذه وحده الاقرار الخاصه بالبيرنت اللي هو اليو اس دولار. ان شاء الله تكون الان وضحت شويه. هنا شويه مختصرات ما بعرف شو بحكي عليها. اللوكال كرنسي طبعا ال سي، فانكشنال كرنسي اف سي، والسمري فور يو اس بيرنت كومبانيز. الملخص ايش بكون؟ اذا كان اللوكال كرنسي بتساوي الفانكشنال، اللوكال والفانكشنال في المثال تبع توي كان اللوكال بيسو والفانكشنال البيئه تبعتنا بيسو، كل المطلوب منا ترانسليت يو اس دولار. زي ما تو حكينا سجلاتنا بيسو، البيئه بيسو، كل المطلوب منا اترجم القوائم من بيسو ليو اس دولار. طيب اذا كان اللوكال كرنسي بيسو ولا تساوي الفانكشنال كرنسي، ما هي الفانكشنال كرنسي؟ زي ما تو اخذنا بالنا كانت عباره عن البرازيليان رياس. ما زال اللوكال كرنسي اللي هو البيسو لا يساوي الفانكشنال كرنسي، عمله البيئه اللي بتشتغل فيها اللي هي البرازيليان، ساعتها مطلوب اني اعمل ريميجرمنت للفانكشنال كرنسي. يعني اترجم اللوكال كرنسي لفانكشنال كرنسي. طيب اف بس طلع معايا اذا كانت الترجمه كانت من لوكال كرنسي ليو اس دولار، خلصنا هيك، لانه ساعتها اف بقول اف بقول فانكشنال كرنسي، يعني كنا بنشتغل بالبيسو، ركزوا معايا، وكانت عمله البيئه دولار، يبقى كل المطلوب مني احول من البيسو لدولار وخلصنا هيك، بلزمش اترجم مره ثانيه. عشان كده بقول اف الفانكشنال كرنسي بتساوي يو اس دولار، نو فاردر ورك از نيدد، مش مطلوب في الحاله هذه. ليش؟ لانه خلصنا. لانه صرنا بعمله الريبورتنج كرنسي، بعمله الشركه الام. This is the case for subsidiaries in country. بقول هذه اغلب الحالات الموجوده في الدول اللي بيكون في عندها هايبر انفليشنري كرنسيز، يعني عندها يعني عملات ذات معدلات تضخم عالية، هايبر انفليشنري يعني ذات معدلات تضخم عالية. طيب لو كانت الفانكشنال كرنسي مش يو اس دولار، زي في المثال تبعنا قال كانت عملة السجلات بيسو وعملة البيئة البرازيليان، ركزوا معايا، بس الحالة هذه عملة البيئة كان يو اس دولار، عشان كده بس لازمنا نحول من اللوكال لليو اس دولار. بس هنا لاحظوا الفانكشنال كرنسي لا تساوي يو اس دولار، في الحالة زي هذه بقول لا تساوي اليو اس دولار، في الحالة زي هذه بقول ترانسليت يو اس دولار، حولها ليو اس دولار. This is the case for scenario 2 اللي تو حكينا عليه، of the Argentina company in the previous example. حلو جدا. طيب يبقى ركزوا معايا، اذا بتساويش اليو اس دولار معناتها بدنا نترجمها. هنا اذا تساواها ما هي جاهزه كده، بدهاش ترجمه ولا حاجه. يمكن هذا ان اوفر فيو اوف ذا ميثودز يو اس كمباني وود يوز تو ريستيت فورين افيليتس فاينانشال ستيتمنتس ان يو اس دولار، يعني هذا ملخص للطرق اللي تستخدمها شركه امريكيه عشان تعمل ريستيت، يعني اعاده عرض للقوائم المالية لشركة تابعة لها، افليات يعني لها خاصة أجنبية. تعالوا نشوف المثال تبعنا، currency in which the foreign affiliate books and records are maintained. هذه العملة اللي بالشركة السبسيدري أو الافليات بتسجل العمليات في سجلاتها. كأنه هنا بنتكلم على الإيش؟ بنتكلم على اللوكال كرنسي. طب تعال ناخذ العناوين تاعت الجدول هذا. يعني احنا قلنا بنتكلم على الكرنسي ان ويتش ذا فورين افيليت بوكس ريكوردز ار بنتين، قلنا هذا المفروض اللوكال كرنسي، تمام. العمود هنا العمود هذا اسمه الفانكشنال كرنسي اللي هي عمله البيئه، وهنا ايش هي الريستيتمنت ميثود اللي هنستخدمها، ايش الريستيتمنت ميثود اللي احنا هنستخدمها. ركزوا معايا في المثال هذا، في عندي اللوكال كرنسي هي عمله السجلات، برضه اللوكال كرنسي هي الفانكشنال، يبقى كل المطلوب مني احول من لوكال، مطلوب مني ريستيت او اسف ترانسليت تو يو اس دولار يوزنج كرنت اكسشينج ريت. يعني المفروض هنا في خط فاصل بين هذه العمليه والعمليه الثانيه، تمام. يبقى مره ايش بقول؟ انه عمله السجلات فرضا شيكل وعمله البيئه شيكل، يبقى ترجم لليو اس دولار. هذا ملخص للاشياء اللي حكيناها سابقا.
طب عمله السجلات لاحظوا شيكل والفانكشنال دولار تمام، ما زال فانكشنال يبقى مطلوب منا دولار، يبقى مطلوب منا نعمل ري ميجرمنت فروم لوكال كرنسي تو يو اس دولار. بعد كده مش مطلوب منا نعمل حاجه لانه احنا صرنا يو اس دولار والريبورتنج كرنسي بتاعت البيرنت تبعتنا يو اس دولار. طب نشوف الحاله الثالثه، اللوكال كرنسي عمله فرضا زي ما قلنا الشيكل او البيسو زي ما بتكون المثال تبعنا، الثيرد كانتريز كرنسي اللي هو في المثال تبعنا اللي حكى عليه هو اللي هو عباره عن البرازيليان ريال، يبقى لاحظوا هنا بيسو وهنا ريال، يبقى مطلوب منا فيرست نحول من البيسو للريال، فيرست ريميجر فروم لوكال كرنسي انتو فانكشنال اللي هو الريال، ذن ترانسيت بعد كده نترجم الريال فروم فانكشنال كرنسي تو يو اس دولار. هذه اظن خلصنا. لكن تخيلوا معايا العمله تاعتنا دولار وعمله الاقتصاد عمله سجلاتنا دولار والبيئه اللي بنشتغل فيها دولار، يبقى مش مطلوب نعمل ولا حاجه، نو ري ستيتمنت از نيسيسري اوريدي ان يو اس دولار. وهذه يمكن الجدول بلخص الاشياء اللي حكينا عليها سابقا. حلو جدا. تعال نشوف الليرنينج اوبجيكتيف رقم 4. Make calculations and translate financial statements of a foreign subsidiary. كيف نعمل الاحتساب ونترجم القوائم ل foreign subsidiary. طيب في هذا القسم يعني احنا هنركز على عملية الترجمة translation of functional اللي هي المرحلة الثانية اللي هي functional currency statement into the reporting. يعني بدنا يعني نتكلم المرحلة مش الأولى من اللوكال للفانكشنال، لأن نتكلم عن الفانكشنال خلصنا من الأولانية، لأن نتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي التحويل من الفانكشنال اللي هي عملة البيئة لعملة اليو اس كمباني اللي هي الريبورتنج كرنسي اللي هي عملة البيرنت يعني. فبقول في إن هنا جنرالي ذا ترانسليشن از ميد از، في إن بشكل عام قواعد عامة. أولاً الإنكم ستيتمنت أكونتس حسابات قائمة الدخل، عندنا نوعين من الحسابات، في زي ما بتعرفوا في عندنا ريفينيوز واكسبنسز. هدول الحسابات اللي بيظهروا في الانكم ستيتمنت جنرالي بنستخدم معها افريج اكسشينج ريت فور ذا بيريود، اللي هي متوسط معامل الصرف عن الفتره. كفرد باي ذا ستيتمنت يعني الستيتمنت هذه بتغطي 3 شهور متوسط 3، 6 شهور متوسط 6 شهور، او عن سنه متوسط معامل الصرف عن السنه كلها. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للريفينيوز والاكسبنسز اللي خاصه بالانكم ستيتمنت. طب بالنسبه للبالانس شيت اكونتس اللي هي بتتضمن ايش؟ قال assets والliabilities. الassets والliabilities قال بيستخدم معاها الcurrent exchange rate والbalance sheet date، بيستخدم معاها معامل الصرف الجاري. ما هو معامل الصرف الجاري؟ حكينا عليه في محاضرات سابقه اللي هو معامل الصرف في تاريخ الميزانيه. بقول معامل الصرف الجاري هو معامل الصرف في تاريخ الميزانيه الى هون. طيب طلع لنا بس الميزانيه بتشمل assets liabilities، قال بتشمل كمان stock holders equity. قال الستوك هولدرز ايكويتي بيستخدم معاها حاجه اسمه هيستوريكال اكسشينج ريتس، معاملات الصرف التاريخيه. ايش قصده التاريخيه؟ لانه هذه الستوك هولدرز هذه لما تاسست الشركه وحطينا 10,000 دولار فرضا، ال 10,000 كان في حينها على الشيكل بيساوي رقم معين. لان ما بنقدر نستخدم الكرنت اكسشينج، بنستخدم هيستوريكال اكسشينج ريت، بس بنحولها بهداك الوقت معامل الصرف في هذاك الوقت قديش قيمة رأس مال الشركة، أو قصدي الإيكويتي بشكل عام. حلو، بس في عندنا بند غريب جدا، هذا اسمه ريتيند ايرنينجز از يونيك، يعني بقول إنه يعني هذا وضعه شوية خاص. ليش؟ لأنه الريتيند ايرنينجز هذا عبارة عن ميكس. ليش ميكس؟ مرحها هذا بيجنينج أوف ذا بيريود، لأنه هذا جاي تجميع عن كل سنين، فهو حامل أكثر من شغلة. نمرة اثنين بينضاف عليه نت انكم جاي من الانكم ستيتمنت مستخدم في الافرج اكسشينج ريت. مش بس هيك، قال الديفيدنس لما بنعملها بنعملها بناء على الهيستوريكال، انه هيستوريكال قال تاريخ الاعلان عن توزيعات ارباح. فلاحظوا ميكس بضيف عليه افرج بضيف عليه هيستوريكال، اكيد برضه حيطلع ميكس ويكمل للسنه اللي بعدها وهكذا. فبقول نت انكم از ترانسليتد يوزنج ذا افرج زي ما تو حكينا هنا فوق هيها، وبعد كده dividends are translated using the historical rate on the date of declaration، يعني في تاريخ الإعلان بنشوف إيش كان معامل الصرف في تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح، وبنحول dividends إلى بهذا المعامل اللي هو في تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح إلى الـ US أو الـ reporting currency.
فبيقول هنا because various rates are used، لأنه بنستخدم معاملات مختلفة، مرة استخدمنا الأفريج، ومرة استخدمنا الكرنت، ومرة استخدمنا الهيستوريكال، ومرة استخدمنا الهيستوريكال للديفيدنس، فقال هذا هيك أكيد حيطلع معايا الترايل بالانس مش متوازن. عشان كده الترايل بالانس ديبتس اند كريدتس افتر ترانسليشن جنرال ار نوت ايكوال، طبعا لأنه عندي معاملات صرف مختلفة. The balancing item، الحساب اللي بيوازن الميزان هذا to make the translated trial balance اللي هو ميزان المراجعة بعد الترجمة debits equal the credits is called، بنسميه هذا الحساب اللي بيوازن الميزان اسمه translation adjustments اللي هي يعني تسويات الترجمة. طبعا تسويات الترجمة هذه قد تكون gain وقد تكون loss، بنشوف كيف بدنا نتعامل معها. فهنا بتكلم على كيف financial statement presentation of، كيف القوائم المالية بتفصح عن translation adjustments. شيء translation adjustments اللي هي قلنا عليها هذه اللي هي الحساب اللي بيوازن ميزان المراجعة المترجم اللي هي بالعملة الريبورتينج أو عملة البيرنت زي ما قلنا. قال the translation adjustment is part of the entity's comprehensive income، هذه يعني فروق الترجمة إذا بدنا نسميها فروق أو تسويات الترجمة، هذه عبارة عن جزء من قائمة الدخل الشامل عن الفترة. comprehensive، تنسوش comprehensive income statement، هذه قائمة بنرحل إلها realized والunrealized gain and loss. حلو. comprehensive income includes زي ما عمال بحكي تشمل net income زائد other comprehensive income، يعني هذه القائمة أو comprehensive income الدخل الشامل بيشمل نوعين من الدخل. هذا أنا مني هذه اسم يستخدموها net income اللي هو realized income هذا الدخل المتحقق، and other comprehensive income هذا الجزء أو الدخول الغير محققة. زي إيش الغير محققة؟ زي الفروق العملات اللي بحكي عليها. هذه الفروق العملات هذه فروق قياس مش فروق بيع وشراء، هذه اسمها فروق قياس وليس فروق بيع وشراء. اللي قدامك هذه income statement عادية sales cost of sales gross operating income from continuing extraordinary discontinued operation net income، هذا الانكم ستمنت العاديه، لكن بناخذ منها النت انكم هذا وبنوديها على قائمه ثانيه امتداد لها اسمها ستيتمنت اوف كومبريهنسيف انكم. تنسوش هذا بيشمل الريلايز هيو هنا زائد او ناقص الاذر كومبريهنسيف انكم ايتمز اللي هي البنود اللي خاصه بالدخل الشامل. طبعا مجموع التنتين اللي هو النت انكم زائد ناقص الاو سي اي او الاذر كومبريهنسيف انكم بيعطيني حاجة اسمها الكومبريهنسيف انكم اللي بيحكي عليه فوق. فزي ما قلت لكم تجاوزا مش بالضبط بس عشان تفهموا علي، النت انكم بتطلع لي الريلايزد انكم، والكومبريهنسيف انكم بضيف عليه الريلايزد اللي هو هذا، بنضيف عليه الانريلايزد اللي هو هذا. هذا تجاوزا مش بالضبط لانه في شويه استثناءات. فبقول هنا ميجر ايتمز بقول البنود الاساسيه compressing the other comprehensive income او comprising اللي بتتضمنها ال OCI، ايش هي البنود؟ هو بيحكي لنا عليها، احنا هذول مش لازمين لان ما لزمناش الاولانيه اللي هي لاحظوا هنا changes in foreign currency translation، تسويات على ترجمه القوائم الماليه بعملات اجنبيه. لانه خذوا بالكم هذا unrealized، لان قلت لكم هذه الجين واللوس او الادجستمنتس هذه مش ناتجه عن بيع وانما ناتجه عن تقويم. نفس لاحظوا هنا بقول unrealized gain or loss unavailable for sale securities زي ما تو حكيت. ايضا deferred gain or loss from certain derivatives، derivatives اللي ما بتاثر على income statement، خصوصا لما بتكلم على حاجه اسمها cash flow hedge اذا بتتذكروا في الشابتر اللي فات. هذه كلها حسابات بتاثر على الـ OCI او على الـ other comprehensive income. طبعا احنا بيهمنا بس في هذا الشابتر على الجزء الاولاني اللي هو هذا اللي هو تسويات او فروق ترجمة القوائم المالية. وال each period's other comprehensive income بشرح لنا شوية عليه. is closed هذا الـ OCI يقفل في حساب آخر اسمه AOCI هو نفسه بس هذا الحساب تبع الفترة وهذا الحساب التراكمي اسمه accumulated other comprehensive income. هذا الحساب اللي هو الـ AOCI هذا الـ OCI خاص بالفترة وهذا عبارة عن مرحل من سنوات بيزيد وبينقص بقيمة إذا في عندي gain أو loss في الـ OCI تبع الفترة. عشان كده لاحظوا بقول each period الـ OCI يقفل في حاجة اسمها AOCI. حلو. الـ OCI is displayed separately هذا بيتم عرضه بصورة منفصلة
from other stockholders equity item، يعني بيكون في جزء الايكويتي سكشن في حساب لحاله اسمه AOCI. طبعا الستيتمنت اوف تشينجز ان ستوكهولدرز ايكويتي بيبين الكلام هذا، هو بيشرحها هنا بصوره مختصره بس لو حط شكل كان ريحنا. لاحظوا ايش القائمه هذه؟ هذه اسمها قائمه التغير في حقوق المساهمين او في حقوق الملكيه. طب ايش تتضمن؟ هو بيحكي على جزء منها، هي مش كل هذول، مش كل مكونات هذول، الجزء اللي بخص الموضوع الادجستمنتس هذا. تمام، فايش بقول هنا؟ accumulated balance of other comprehensive income items at the beginning، اللي هو هذا في بداية الفترة، زائد ناقص changes اللي هو الفوقاني هذا، زي ما تو حكيت، زائد ناقص change in translation adjustments and additional، والإضافات اللي بتنضاف على AOCI، بيعطيني الـ AOCI at the end of the period، يبقى هذه الـ AOCI بيكون رصيدها في أول فترة، بضيف عليها تبع الفترة سواء زيادة أو ناقص، بيعطيني اللي هو الـ OCI at the end of the period. This accumulated ending balance، هذا الرصيد التراكمي في نهاية الفترة is reported on the balance sheet as part of stockholders equity section. أعتقد هيك بيكون إحنا إيش خلصنا هذا الجزء. حنتكلم في الـ learning objective رقم 5 إن شاء الله في المحاضرة التالية.